ولا يا اخويا شو نحكي لك، انا توا بريسك شهرين من اللي ضرب من اللي صارت الفازه اللي في بوردو، احنا توا نعانيو وسكرونا الكياس فقصت علينا الخدمه اخويا هكا. ترى اليوم نهار السبت عندي 4 كليونات، توا ماضي ساعه نتاع النهار مسينس خويا مينيموم عندي 50 كليون، توا عندي 4 كليونات 4 سندويشات بعد. والله ماذا بينا كان تشوفوا لنا حل في الحكايه وكان يسيبونا الكياس خويا وتونس لاباس. انا الخدمه طيحت، انا الخدمه الشتاء وانا مسنسين للعباد اكثر من هكا، اكثر من هكا كانت التاكسيات تخدم والكراب تخدم والعباد تخدم، توا حتى العباد ما عادش حبوا يتعدوا منا ولا يجوا من الشارع الاخر. معناها علاش ما تحبش تعدوا؟ ما عادش عليهم، ممكن راهي حكايات امنيه ولا قلق من الامن ولا ما عادش. توا حتى الشباب اللي ياخذ الفاكهه وكل شيء يقول لك اعطيني، يطلب عليه بطاقه تعريف ولا حاجه ولا يدور مغادي ما عادش يجي منه. يقول لك اخويا انا ما عندي علاش نمشي ولا يدور مغادي. الكياس حبسوه جمله. التاكسيات كانوا يخدموا، ياخذ من تاكسي ياخذ يهبط يقضي يصب لايت يعمل خلاص. تولى عندنا تاكسيات لا عاد كراهب لا عاد خدمه نقصت طاحت اكثر من شطر. وحكايه في الاول الناس قالوا مش مطوله، حكايه جمعه جمعتين قلنا نصبر، اما تو حكايه قريب الشهرين واش دكتور طلبوا باش تحل الكياس. طيب ماذا بينا في اقرب وقت، ماذا بينا اقل شيء جمعه، اكثر ماكسيموم جمعه، جمعه اخرى اكثر من جمعه باش حل ما يشجعش اخرى. السلام عليكم. بالنسبة لحكاية تسكير الناس من هذا الشارع الحرية، برشا عباد تضرت منه سيرتو السونتر هذايا، على خاطر كانت فما حركية وفما عباد تمشي وتجي، وبليس فما عباد معناتها تشوف المحلات كيفاش تخدم وعباد معناها تحب انه تتعدى منه، سيرتو الناس اللي موتوريزي اللي عندهم كراهب تشكيت برشا على خاطر سيركلاسيون معبية برشا. قداش زاد تحت الخدمة تقريبا؟ بالنسبة للخدمة زاد تحت برشا. الشطر ربع تحت فما بالحق فما الشطر. نهار السبت ما كنتش مستانس مع قبل ما فما عبد هذيك اليوم. بالنسبة لنهار السبت كانت جينا برشا خدمة وفما برشا خدمة والعباد كلها تمشي معناتها فرحانة. لكن هكا تشوف تو الحركية ميتة وما فماش عباد ماشية جاية بالحق انه الشارع هذا مثل ازمه للسونتر هذا الكل. لا اللي هو الشارع الحريه، شارع لافايت يعني. الترونسو اللي ما بين الاذاعه هذاك المسكر. وي. اوكي. وبيس عباد اخرى زاد تضرت اللي هما معناها المارين، فهمت؟ ايجا تعدى هات ساكك هات مدري شنو هات بطاقه تعريف هات، فهمت؟ ما صحيح حاجه باهيه انه هات بطاقه تعريف هات معناتها الامن للناس الكل. لكن ساعات برشا حبيت تتقلق معاها، فما اللي معاه مرته، فما اللي معاها اولاد صغار، فما فهمت يبقاو يستناو يبقاو معناتها يخزوا كيفاش فما شيء مش فما، فهمت؟ صح. الحكايه هذه كنا نتصورها نظريه وقتيه، يعني حاجه باش يلقاو حل احسن من هكا. يعني هو ابار انه لنا احنا كتجار تسبب لنا في خسائر يعني وفي نقص تقريبا قداش تحت الخدمه؟ 14 3 هو راهي ما تنجمش تقيمها بالربع، خاصه في دومنا احنا خاطرش معروفين ويجيونا يعني مش تقريبا مثلا نهار السبت قداش يجيك من كليون في العام؟ لا لا هي بسبت بعدها تقص، وكي زاد تسكر الكياس زاد الناس تبخل انها باش تحط كرهبتها في اي بلاصه بعيده باش يجيك على ساقيه لهنا يبخل يولي. علاش يبخل؟ يبخل خاطر هو كان يتعدى من هنا، يعني تشجع هو اصلا كي يتعدى من هنا ويشوف الباساجي يتشجع انه باش يقف ويهبط لك. لكن باش يعمل دوره ويرجع لك سبيسيالمون الا ما يكون هو يعني انتيغيسي 100% بالقطعه، عنده قطعه هنا باش ياخوها ولا عنده حاجه، يعني مش باش يجي مش باساجي هكاك برا تجبدوا حاجه يدخل لك، فهمني؟ يعني وهي حتى كمنظر، يعني حتى كمنظر في وسط العاصمه شوفوا في برشا طرقات مسكرينه تحس كانها منظر استعمار ولا يعني رجعنا فهمني، عايشونا صغارنا وعايشونا الجينيراسيون هذه الجديده. مظاهر الاستعمار مش موجود لكن مظاهر الاستعمار موجوده، اسلاك حديديه وكبارات وكياسات مسكره بصراحه يعني. دكتور يعطيك الصحه. عايش. رنا تعبنا على الاخر، رانا تعبنا على الاخر من اللي تسكر الناس من ضربة بارد، واحنا كاين عاني شيفر دافير تحلو الشتر، احنا رانا ملينا خويا سايبونا الناس غير نرجع نخدموا على رواحنا ويرحم والديك.